فيما يخص اللي باز امريكان، هي ديجا امريكي. انا توا عمري 50، فهمتي، من عهد بورقيبه وقت اللي كان حاط تصوير رونالد ريغان بجنبه، سي كيف امريكي متواجده في تونس بالباز ولا بلاش، فهمني، وجودها في تونس موجوده امريكي، فهمني. ولي باز نهارت اللي باش يحبوا يعملوهم، نتصور على الحكومه معناها باش توافق ابتعال تكونوا سيكوريتي وليبيا والصاير وكذا، فهمني. يعني انا متاكد اللي 100% باش يسعوا فيها الحكايه. خويا انا ما يساعدنيش قاعده امريكيه تكون في تونس، قد الحكايه ذي تصير في هاي الدوله، ما تساعدنيش الحكايه. وجود قاعدة عسكرية أمريكية في تونس يعني حاجة غير مقبولة، وحتى في أي دولة أخرى معناها إسلامية، هذا معناها يدل على خضوع ديما للدول الأجنبية. وأن كاد بوزوان في أن تكون قاعدة عسكرية معناها في تونس، نخير أنها تكون من دولة يعني عربية إسلامية، وحتى في تركيا أو مصر، أو يعني خير من أنه تكون دولة كما أمريكا يعني استعمارية. ما تساعدش في تونس كمشي عمل، خاطر البلاد تسمى تبيعات كم شامله. والله بيرسونيل ما عمري بخممت فيه الموضوع، جو نو فوا با لانتيغي. اما توا معناها اون فوا تطرحها عليا، نجم نقول لك كان تونس عندها رجالها اللي نجم يدافعوا عليها، فهمت، بدمهم بروحهم بكل شيء. معناها جو نو فوا با لانتيغي تاع باز امريكان، ما نتصورش امريكاني باش يدافع على 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 تونس، معناها خير من انسان يدافع على بلاد. حاجة بيها باش تزيد، خاصة الأمريكان معروفين بالقوة نتاعهم في السلاح وكل شيء، حاجة بيها يا تونس تزيد معناها ضد الإرهاب، تزيد تكثر كل شيء معناها. تونس باطي معروفة من قبل اللي هي دولة نتاع سلام، معناها في عهد بورقيبة كانت كانت تطمح أن تولي معناها الدولة تحمل الرايضة البيضاء. قاعدة أمريكية في تونس ما عندها حتى معنى، تكون كان بتاع استخبارات وكهو، يعني بتضر بالأمن الوطني التونسي أكثر من اللي بيستنفعه. جو سي كونتر، جو سي بابور، خاطر تونس بنات روحها وحدها، فهمت، دونك أوني با أوبليجي باش ندخلوا أمريكا في بلادنا. حاجة منعش، حاجة زايدة، فهمت، وهما نعرفش هما عندهم دخلات هكا يحبوا معناها باش بشوي بشوي يتسربوا، باش ما تعرف انت امريكا معناها تحب كل اخطبوط، حتى تحب معناها باش معناها تعمل موقع في كل سطور في البلدان العربية. الحكاية هذيا خويا ما تساعدش تونس، تونس هي تخدمها رجالها وهي اللي الأسلحة بينا نخدموها. أنا نقول القوات الأمريكانية ما هيش باش تتوجد، سي ديجا موجود، وحكاية هذه باش تتوجد حكاية باش يوصلوها للشعب، باش يقعد يلفكوا فيلو بنجيت يلعبوا بينا بلغة أخرى. كل مرة يجيبونا حكاية نتاعهم السيسي، يقعد الشعب يعاود فيها، وقت اللي تبرد الحكاية ما عادش عندها حتى أي معنى ولا صيغة ولا أي رنة في الأذن، يعاودوا لنا حكاية أخرى. يعني سيدي سويت هكاك عايش الشعب على الحكومات هذيا، خاطر الحكومات ماهيش كابابل باش تخدم، وما عندهاش القدرة باش تخدم وباش تقد، ولا هي وبالشعب حكاية فارغة.